ساعة جي واتش مع شريحة اتصال هي آخر ما قدمته شركة LG، حيث بدأت الشركة عمليات تسويق لها عبر العديد من الصور والأخبار، كما تم تسريب بعض مواصفات الساعة التي ستكون مقاومة للماء والأتربة وستظهر باللونين الأسود والأبيض. ونظراً لأن الساعة ستحمل فتحة لبطاقة سيم، فإن هذا الأمر يعني أنها ستكون قادرة على إرسال واستقبال المكالمات دون الارتباط بالهاتف.